ما يقارب 5000 شخص سوف يستفيدون من قطاع الإسكان والتعليم من خلال الاتفاقيتين التي تم توقيعهما اليوم بين برنامج إعمار اليمن ومؤسسة الوليد للإنسانية. كان لنا الشرف أن احنا تقابلنا مع معالي السفير ولقينا أن احنا نقدر نساعد. القطاع الثالث دائما له بصمة وله رؤية، وطبعا الرؤية هذه بتعكس طبعا مملكتنا وبتعكس الخير اللي في المملكة العربية السعودية، ولكن هذا أول توقيع وهذا أول مشروع ولكن ليس الأخير. يهدف المشروع الأول المسكن الملائم إلى ترميم 600 وحدة سكنية متهالكة تقطن فيها أسر ذات دخل متدني بمحافظة عدن في الجمهورية اليمنية، وذلك بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية. وسعي من البرنامج لتنويع المبادرات والمشاريع، اليوم نوقع لإعادة تأهيل المساكن وترميمها لعدد من المواطنين اليمنيين في مدينة عدن التي شهدت الكثير من الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني، وكذلك أيضا برنامج التوظيف التعليم من أجل التوظيف، ومع منظمات دولية وأممية نسعى من خبراتها إلى أن تتحقق أفضل الأهداف المرسومة من أجل التنمية ومساعدة الإنسان اليمني. التحديات كثيرة والتحديات مستمرة، لكن أيضا نحن وفريق البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن وتوجيهات من قيادة المملكة العربية السعودية مستمرين في مواجهة هذه التحديات. يهدف المشروع الثاني بناء المستقبل للشباب اليمني إلى تحسين معيشة أكثر من 660 شابا يمنيا وعائلاتهم من خلال تدريبهم بما يخلق لهم فرص عمل. للإخبارية عبد الغني حادي، الرياض.